إدماج الأشخاص المسنين في مجتمع المعلومات وتشجيعهم على استخدام الإنترنت هو محور اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تحت شعار الشيخوخة بصحة جيدة في عالم رقمي. فكرة توحيد جهودنا مع جميع نظرائنا من سائر القطاعات المانية لتكثيف التنسيق والتشاور معهم حول أذكى السبل وأنجع الوسائل الكفيلة بدعم مسعى السلطات العليا للبلاد الرامي لترقية وضعية الأشخاص المسنين والاهتمام برفاهيتهم عن طريق تشجيع اندماجهم في مجتمع المعلومات على أن تمثل تكنولوجيات الإعلام والاتصال إحدى الأدوات المؤثرة والقنوات الميسرة لهذا المسار المتواصل. ثلاث ورشات عمل تضمنها اليوم الدراسي مخصصة لتكنولوجية الإعلام والاتصال لفائدة الأشخاص المسنين والتكفل بصحتهم ورفاهيتهم. التكنولوجيات تساعد كبار السن اللي هم أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا باش يكون لهم دور فعال وسهل من أجل الولوج إلى المعلومة حتى يتسنى لهم. اليوم كبار السن في الجزائر يمكن لها نتكلم مع ولده اللي راه في أمريكا، اللي راه في جنوب إفريقيا، اللي راه في العمرة، اللي راه مريض، اللي راه في الخدمة الوطنية. ولهذا فإن تكنولوجيا الإعلام والاتصال تعمل على إيجاد حلول سهلة لكبار السن لأنهم ما عندهمش واحد المتطلبات كبيرة. نرافق هذه الفئة العمرية وخاصة مجتمع معلومات من أجل إرساء وتطوير مجتمع معلومات شامل، وذكر أن مجتمع معلومات شامل هو مجتمع أين جميع أفراده يتقنون ويحسنون استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. استحداث بيئة رقمية ملائمة لفائدة كبار السن من شأنه أن يعزز إدماجهم الرقمي في المجتمع ويحسن من حياتهم اليومية في كل المجالات.